للنقاش ينضم إلينا من تونس الدكتور علي مرابط، عميد طبيب في الصحة العسكرية التونسية. أهلا بك. بالنسبة للوضع الآن في تونس صحيا ومطالبة الصحة العالمية للعالم بأن يساعد تونس، هل تعتقد بأنه خرج عن السيطرة، دخلت إلى المرحلة الرابعة وبالتالي يصبح الموضوع أصعب؟ شكرا لكم. أهلا بك. هو في البداية أود أن أشكر كل الدول الصديقة والشقيقة التي هبت إلى دعم تونس ومد يد المساعدة، وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية التي دعمت تونس لمجابهة داء الكورونا، وهذا ليس بغريب على أخواننا وهي من أخ لأخيه. نحب نذكر أن تونس كانت منذ القديم سباقة في الوقوف إلى جانب الشعوب في أزماتها الصحية أو غير الصحية، وفي هذا الإطار في مجابهة وباء كورونا هبت تونس إلى معادلة مجابهة كورونا لإيطاليا، حيث أوفدت الصحة العسكرية وتونس إلى إيطاليا فريق طبي لمعادلة الأطباء الإيطاليين. كذلك في تاريخ ماض هب تونس إلى إغاثة اللاجئين في لاجئي كوسوفو، وكذلك وعديد المهام في تونس. الوضع الوبائي حرج في الموجة الثالثة. صحيح هو تونس منذ بداية الأزمة الصحية هذه وباء كورونا في أوائل سنة 2020 كان الوضع معافى ولم يتم تسجيل حالات وفيات أو حالات مرض كثيرة، لكن الآن الوضع حرج، ولكن نأمل أنه سيتم السيطرة عليه بفضل الأخذ بالذمة للمرضى والدعم الذي جاء بالأساس سنتولى السيطرة على المرض، وكذلك بالوقاية باتخاذ الإجراءات الوقائية في كامل البلاد، وكذلك بالتلقيح إن شاء الله نصف الشعب التونسي. نعم، الوضع في المستشفيات نسبة الإشغال عندما تصل إلى 90% ونقص شديد في الأكسجين، هل تعتقد بأن هناك تأثير لما يقول التونسيون بأنه صراعات سياسية أخرجت الأمر عن الاهتمام بجائحة كورونا والمواطنين؟ هو أنتم تعرفوا أن تونس عليسة، تونس حنبعل، منذ القدم سيطرت على كل الأوضاع وبقدرة الإله، وإن شاء الله يكون الله في عوننا أننا نقضي على هذا الوباء. السر صحيح المنظومة الصحية نعرف كيفاش أنها نجسدها وأن ريديبلومنت متاع السر، وإن شاء الله معناتها من هنا إلى بعد العيد إن شاء الله، عيد مبروك على عليكم وعلينا، أنه سينفرج الوضع قريبا إن شاء الله. طيب سؤال أخير عن الجوار بالنسبة لتونس محيطية، هناك أوضاع غير مستقرة في ليبيا، وبالتالي حتى وإن كان نسبة التحصين ارتفعت في تونس إلا أن الداخلين والخارجين منها عامل مؤثر في المناعة المجتمعية. هو سؤال وجيه في محله، لكن هنالك بروتوكولات صحية للوافدين إلى البلاد التونسية بأنهم يستظهروا بالبي سي آر أو يكونوا ملقحين، فتم إخاذ التدابير على الحدود وعلى مناطق العبور لكي يتم حصر هذه الحالات. شكرا جزيلا لك الدكتور علي مرابط، عميد طبيب في الصحة العسكرية التونسية، وتمنياتنا لتونس وشعبها بالسلامة.